شاطرة ده. بس عايزة ايه؟ عايزة ايه؟ شاطر شاطر. بس تعالي اقعدي اقعدي ده. سلمي يلا، سلمي سلمي يا ده، سلمي يلا يلا سلمي. شاطرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي ليكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قناتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في الوطن العربي وكل مكان في محافظات مصر. النهارده يا جماعة هنتكلم وندردش مع بعض شوية في موضوع طبعا يهم كل الناس أو الناس اللي بتحب تربية الكلاب. الكلب البلدي. كان حد سألنا قبل كده على اليوتيوب في كومنت وقال لنا الكلب البلدي ده لو بره مصر يا كابتن هل هيبقى ليه قيمة زي ما هو في مصر؟ الكلب البلدي اللي احنا بنشوف في الشارع ومستهترين بيه ومستهزئين بيه، تمام، لو هو دلوقتي بره مصر هل الناس هتعامله زي ما بيتعامل هنا في مصر؟ اللي بيسموه واللي بيضربوه واللي بيعاقبوه ولما تنزل تلاقي قدام بيتك تضربه وتجري وراه وبالطوبه ومش عارف ايه والكلام ده كله. طبعا يا جماعه لا، الفكره مش كده خالص. الكلب ده لو بره مصر طبعا هيتعامل معامله غير هنا نهائي، لان لو الكلب ده ما كانش محبوب ما كانش نزل ناس اجانب مخصوص من بره مصر ومن دول اوروبيه خدوا من الكلاب ديت وفعلا لحد دلوقتي بيربوها بره، ويبقى الكلاب دي لها مسميات كبيره جدا. يعني الكلاب ديت خدوا كلاب من هنا بلدي من مصر، تمام، ونزلوها بلدهم في دول اوروبا وعلموهم ودربوهم وطبعا عرفوهم كل حاجه، تمام، وبداوا ان هم ينزلوهم على السوشيال ميديا وادي الكلب المصري وادي الكلب اللي بيتربى في مصر وادي الكلب اللي المصريين بيعاملوه بسلوك مش كويس، ادي الكلب اللي المصريين بيعاملوه بسلوك مش حلو، ادي الحاجات دي كلها، اتفرجوا دلوقتي شوفوا الكلب احنا بنعمل ايه معاه، شوفوا الكلب وصل لمرحله ايه. لا وكمان وزادوا غطى ان الكلب بقى يديهم نطاق في التدريب اعلى من الكلاب اللي هي الجيرمان واعلى من الكلاب الروت واعلى من الحاجات دي كلها. اصبح ان الكلب البلدي الفكره كلها في التعامل بتاعه ان الفكره ان هو محتاج حنان، محتاج ان حد يهتم بيه، محتاج رعايه، محتاج اهتمام بالسلاله، محتاج الحاجات دي كلها. فتعاملنا احنا هنا مع الكلب البلدي لا بيبقى تعامل شاذ جدا، تعامل غير طبيعي جدا، غير ادمي، تعامل وحشي، مفيش رحمه، مفيش انسانيه، مفيش الكلام ده كله. وده طبعا ده اللي احنا عارفينه عن طبيعه اغلب الناس هنا. ناس قليله ان اللي هي بتهتم بموضوع الرفق بالحيوان، ناس قليله اللي هي بتهتم بالحيوانات اللي في الشارع، بالقطط، بالكلاب، بالحاجات دي كلها، لكن اغلب الناس ما عندهمش درايه كافيه بالحاجات دي. الرحمون طبعا يرحمهم الله، والرحمه مهمه والرحمه مطلوبه، وربنا وصى بيها في القران والرسول عليه الصلاه والسلام وصى بالرحمه على الحيوان، تمام. فلازم احنا يا جماعه نهتم بالحاجات دي ولازم نركز في الحاجات دي. ده بالنسبه للكلب البلدي. فالكلب البلدي لو خرج بره مصر هيلاقي تعامل جيد جدا، تعامل نظيف جدا، تعامل كويس جدا، تعامل احسن من مصري بكتير. طبعا بتهيألي ان الكلاب البلدي لو بتسمع وتشوفني الحلقه ديت اغلب الكلاب هتعمل هجره غير شرعيه. طبعا اللي انا بقوله ده يا جماعه كلام انا متاكد منه، كلام واثق فيه، لان المشكله ان الدول الاوروبيه اللي يعني يفترق بينها وبين مصر ان عندهم نسبه الرحمه بالحيوان او الرفق بالحيوان اكتر من مصر بكتير، تمام. ده فكره الرفق بالحيوان. لكن طبعا المصريين قليل جدا، بس الحمد لله بدانا في المراحل الاخيره اغلب الناس تنتبه بكلمه الرفق بالحيوان، بدات الناس تعرف يعني ايه الرفق بالحيوان، بدات الناس تعرف يعني ايه الرحمه بالحيوان، بدات اغلب الناس تعرف الحاجات دي كلها. وبرده والبعض لسه يعني في ناس لحد دلوقتي بتحط سم الكلاب في الاراضي، في ناس لحد دلوقتي بتطلع تموت الكلاب البلدي، في ناس هما ما بيسموهاش الكلاب البلدي او ما بيسموهمش الكلاب المصريه، هما بيسموهم الكلاب الضاله، تمام. ضاله بيبقى ولا اذاه ولا جه ناحيته ولا عمل له حاجه الا ان هو بيحرس بيته، بيحرس جراج، بيحرس شارع، بيحرس ارض زراعيه، بيحرس حاجه زي كده، وفي الاخر يطلع عليه اسم الكلب الضال. الضال اللي هو ملوش حد، الضال اللي احنا مش هنهتم بيه، الضال اللي احنا مش هنراعيه ولا هنراعي ولا هناخد يعني كلام ربنا عليه وان احنا نعمل معاه زي ما ربنا بيقول الرحمه والرفق بيه. فبدأ ان هم يطلعوا عليه كلمة الضال يعني اللي ملوش حد خالص ولا عمرنا ما هنقرب له. لكن يا جماعة الكلاب البلدي صدقوني فيها نطاق واسع جدا، فيها خيال واسع جدا عن الكلاب الولف، ان هي بتفيدك، ممكن تفيدك اكتر. يعني الكلب الولف اغلب الناس اللي مربيه كلاب ولف، انت فاضل شوية وانت اللي تحرس كلبك. يعني في ناس بتربي كلاب ولف وهي اللي بتحرسها في البيت عندها، يخاف الا كلبه ينسرق، يخاف الا كلبه يتاخد، يخاف الا كذا، يخاف الا كذا. لكن الكلب البلدي
هو اللي بيحرسك، هو اللي بيحرس لك بيتك، هو اللي بيحرس لك ارضك، بيحرس لك لمؤاخذه الزريبه بتاعتك، بيحرس لك الجراج بتاعك، مصلح حاجه زي كده. فحتى تلاحظ ان اغلب المصالح في مصر حواليها كلاب بلدي كتير، يعني في اغلب الناس بتجيب كلاب بلدي وتطلقها علشان تحرس المصانع دي والحاجات دي كلها. لكن الناس اللي بتربي يا جماعه ما عندوش درايه كافيه بتربيه الكلب، ما عندوش تفرقه ما بين الكلب البلدي والكلب الولف، مش عارف ده ايه وده ايه. لكن اغلب الدول الاوروبيه بتهتم بحاجه اسمها روح الحيوان نفسه، يعني مش فارقه معاه بلدي هندي ايطالي مش عارف ايه، لا هي الفرق هو روح الحيوان نفسه. الحيوان ده ايه، طبعه ايه، اسلوبه ايه، سلوكياته ايه، هو ده اللي انا نبدا ننتبه ليه ونربيه. فبيتعامل معامله يمكن احسن من معامله البني ادمين بره، بيتعامل معامله جيده جدا، معامله جميله جدا، بطابع افضل بكتير عن هنا في مصر. بيتعامل معامله بينتج فيها في الاخر كلب احسن من الكلب الولف واحسن من الكلب الجيرمان. فده كان الناس اللي سالت في الكومنتات وقالوا هل الكلب ده لو سافر بره هيتعامل زي هنا؟ لا، هيتعامل احسن من هنا بكتير، هيتعامل افضل من هنا بكتير، بس اهم حاجه ان هو ما يروحش الصين عشان ما يندبحش ويتاكل. بس طبعا بقيه الدول الاوروبيه بيعاملوا الكلاب بطريقه جميله جدا، بطريقه جيده جدا، بيعاملوهم بسلوكيات كويسه، بيوصلوهم لمراحل تدريب عاليه جدا. فالفرق ان هو مش فارق معاه ولا بيقف معاه عقب التدريب ان كلب بلدي او كلب ولف، لا هو بيدرب الكلب حبا في الحيوان نفسه او حبا في المخلوق ده نفسه. فعشان كده بينتج منه سلاله كويسه، بينتج منه كلب كويس، وبينتج منه نسبه ذكاء عاليه بناء ان هو مهتم بيه، مربيه في بيته، الحاجات دي كلها. فادي يا جماعه معامله الكلب البلدي في مصر هتكون اكيد غير معامله الكلب البلدي في الدول الاوروبيه. يعني الدول الأوروبية أفضل بكتير من المعاملة هنا، لأن المعاملة هنا لسه عندنا ناس بتفكر إزاي تأذي الحيوان، لسه عندنا ناس بتفكر إزاي تحط سم، بتفكر إزاي إن هي لو قابلت كلب تضربه، بتفكر إزاي إن لو ابن الأطفال الصغيرين حتى لو قابلوا كلب بلدي في الشارع يجري وراه بالطوب، الحاجات دي كلها. فلسه المعاملة دي في مصر أتمنى إن هي تنتهي، أتمنى إن الناس تغير من سلوكياتها ومن طبعها. مش هنقول إن الكلاب اللي تغير من سلوكياتها، أتمنى إن الناس تغير من سلوكياتها ومن طبعها، وتراعي ربنا إن ده حيوان ربنا خلقه زي ما خلقك، خلقه زي ما أنت ربنا خلقك. مع إن الإنسان فايدته في الكون إن هو يعلم ويتعلم والحاجات دي كلها، تمام، برضو ربنا خلق الكلب ده علشان يفيدك وتستفيد منه. فما نعملهوش بالطريقه دي، ما نعملش الحيوان اللي ربنا خلقه بالفكره دي. نحاول ان احنا نوري للدول الغرب ان احنا افضل بكتير، احنا احسن بكتير، وعندنا رحمه وعندنا رفق بالحيوان، عندنا الحاجات دي كلها. لازم ان انت تهتم بالحاجات دي كمصري وكمسلم وكديانتك نفسها، دينك نفسه هو اللي بيوديك للموضوع الرفق والرحمه والحاجات دي كلها. فنقول لكم يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقه ديت وكده الناس فهمت، واتمنى ان عرفتوا الرد على السؤال بطريقه كويسه. تحياتي للجميع، وانا مسا عليكم، كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.